شخصية عظيمة خلقا وإبداعا، يمتلك رصيد هائل من الحب والاحترام والتقدير والولاء لدى آلاف المبدعين في الأوساط الأدبية والفنية. إنه معلم الأجيال، أستاذ الإخراج السينمائي بالمعهد العالي للسينما والمعهد العالي لفنون الطفل بأكاديمية الفنون، الأستاذ الدكتور مختار يونس. ولد محمد مختار يونس الرفاعي بحي المطرية بالقاهرة، تخرج من كلية المعلمين وعمل بالتدريس بوزارة التربية والتعليم. تخرج من معهد الدراسات العليا للسيناريو عام 1964، وبعدها حصل على بكالوريوس المعهد العالي للسينما عام 1966، كما حصل على دبلوم الدراسات العليا في التربية من جامعة القاهرة عام 1978، وحصل بعدها على درجتي الماجستير والدكتوراه. من المواد العلمية الأكاديمية التي يقوم بتدريسها تاريخ السينما العالمية وفيلم الطفل ومواد الإعلام التربوي إلى جانب التربية الوجدانية. قدم العديد من الأبحاث العالمية الهامة، ومن أبرز وأهم جهوده وإنجازاته أنه أول من وضع ودرس منهجاً علمياً لفيلم الطفل التعليمي وفيلم الطفل الروائي لطلاب المعهد العالي للسينما. هو صاحب مشروع إنشاء المعهد العالي لفنون الطفل والذي تم افتتاحه عام 2019، كما ساهم في وضع مناهج السيناريو والإخراج لأفلام الطفل. أسس أول مركزاً عربياً للأفلام التعليمية بجامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية عام 1972، كما أسس أول مركز للأفلام التعليمية والقصيرة لليونسكو لإنتاج أفلام التعليم والثقافة المرئية. قام بالإنتاج والكتابة والإخراج لعشرات الأفلام التعليمية والتربوية السينمائية، كما كتب وأخرج مئات الساعات التلفزيونية التعليمية والتربوية التي حصلت على الكثير من الجوائز. رأس وناقش وأشرف على العشرات من الرسائل العلمية للماجستير والدكتوراه. أخرج الكثير من المسرحيات التربوية والتعليمية بأسلوب المسرح الدائري والمعملي التي نالت العديد من الجوائز والمكافآت المالية. هو عضو بجماعة السينما الجديدة التي قدمت فيلم الظلال على الجانب الآخر، وفيلم أغنية على الممر رداً على نكسة 1967. حصل على العديد من الجوائز والتكريمات، منها تكريم من الزعيم الراحل جمال عبد الناصر والملك فيصل بن عبد العزيز، وشاح تكريم نقابة المهن التعليمية لأفضل المربيين، درع أكاديمية الفنون لتكريم الأساتذة المتميزين، بطولة الجمهورية في رياضة الدرجات والطيران الشرعي. له العديد من المؤلفات الهامة في مجال السينما، وصاحب بصمات رائعة بأكاديمية الفنون المصرية. إنه معلم الأجيال، الأستاذ الدكتور مختار يونس، أستاذ الإخراج السينمائي بالمعهد العالي للسينما والمعهد العالي لفنون الطفل بأكاديمية الفنون. يرى الأستاذ الدكتور مختار يونس أن الأهمية البارزة لأدب الأطفال جعلت منه موضوعاً مهماً شغل تفكير العديد من الكتاب والأدباء والباحثين في العالم، فقد اهتموا بإظهاره بأفضل صورة ممكنة حتى يقف جنباً إلى جنب مع أدب الكبار ويسهم في خدمة الجيل الصاعد، رجال الغد وبنات المستقبل. لهذا أصبحت الطفولة اليوم مهمة في ذاتها ولذاتها. حضرتك صاحب فكرة مشروع إنشاء المعهد العالي لفنون الطفل واللي تم افتتاحه في 2019، عاوزين حضرتك تحكي لنا عن الفكرة وجات منين، وليه معهد متخصص للطفل، وإيه هي أهم الخطوات اللي استخدمتها لتنفيذ الفكرة، وهل قابلتك صعوبات في ده ولا لا؟ هو الحقيقة قرار المعهد العالي لفنون الطفل قرار جمهوري صدر في 1990. أنا قدمته من الأول خالص الفكرة بتاعته دي، كنا في مؤتمر عمله الأمير طلال، وبعدين كان سكرتير المؤتمر الدكتور فوزي فهمي، وكان رئيس لجنة السينما صلاح أبو سيف. طبعا صلاح أبو سيف يبقى أنا معاه، كان هو رئيس لجنة السينما وأنا سكرتير. ففاتوا علينا وقالوا لنا يا جماعة المؤتمر هيخلص، كان بقى بنناقش السينما والمسرح والأدب والحاجات دي. فأنا رحت مجمع كل ده، قلت لهم إحنا محتاجين معهد عالي لفنون الطفل، نجمع كل الفنون دي في معهد واحد عالي للدراسات العليا السينما والمسرح. الدكتور فوزي فهمي خد الفكرة وطرحها وخد التوصيات في الآخر، اللي ده نوصي بأن يكون هناك
معهد عالي لفنون الطفل. ده اتخذ القرار ده في 1990، لكن لم ينفذ هذا القرار إلا في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو الوحيد اللي صمم على أن هذا المعهد يتفتح، وفعلا اتفتح في 2019. بس كنت أنا فتحته عندي أنا شخصيا، عملت المعهد ده في تجربة خاصة لي أنا 2014 قبل معهد الطفل ما يتفتح، عملته هنا في المكان اللي احنا فيه ده. اللي حصل ان لما اشتغل المعهد بتاعي الاول وابتدى ينتج ويفرز نجاحات للتجربة، بعد شوية اتفتح المعهد بأوامر من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو اللي أمر بافتتاح معهد الطفل، المعهد العالي لفنون الطفل. فتح المعهد جديد بأهداف الارتقاء بالوجدان الجمعي للطفل المصري والطفل العربي والطفل الأفريقي. بقينا الوقت بنفكر في مصر وفي الدول العربية، الأقطار العربية وفي أفريقيا معانا. ودي طبعا كانت من يعني الحاجات اللي تحسب لسيادة الرئيس انه عمم المسألة، ان خلانا، لان افريقيا احنا معزولين عنها برغم ان احنا جزء منها، وبتستفرد بيها الدول الاستعمارية، هي اللي مستفردة بافريقيا، بتاخد كنوزها وها الماس وكل المقومات عندهم، واخدها الدول الاوروبية الاستعمارية، احنا مش واخدين حاجة. فسيادة الرئيس دخل الأقطار العربية والأفريقية، وابتدينا نفكر بشكل جامع لكل دول. المعهد قايم أساساً على أنه يستحدث فنان مربي، مش مربي فنان، لأن المربي قد يدخل كلية التربية من غير مجموع ومن غير ما يكون موهوب، فما نقدرش ناخد واحد مش موهوب نعمله لكن ناخد فنان نحوله لمربي، وهو ده اللي حصل، ان المعهد خد فنانين حولهم الى مربيين، لان الفنان يمتلك فنونه التعبيريه 7: السينما والمسرح والموسيقى والايقاع التعبير الحركي او الرقص زي ما نسميه، والفنون التشكيليه، عنده 7 فنون تعبيريه يقدر يشغلهم في تربيه الطفل، وتربيته ايه؟ بنجاح وباسراء وبما يضاعف ذكاء الطفل. اكتسب استخدام الفنون أسلوبا تعليميا وشعبية في السنوات الأخيرة، حيث أظهرت الأبحاث أن دمج العناصر الإبداعية والمرئية في عملية التعلم يمكن أن يؤثر تأثيرا إيجابيا في الطلاب بمختلف أعمارهم، إذ تسهم الفنون في إثارة الإلهام وتحقيق الترفيه والتعليم. هذا ما أكد عليه الأستاذ الدكتور مختار يونس. الأستاذ الدكتور مختار يونس، أستاذ الإخراج بالمعهد العالي للسينما والمعهد العالي لفنون الطفل، إيه هي أهم الأفلام القريبة منك واللي خدت عليها جوائز؟ الطائف دي منطقة مرتفعة جدا فوق السحاب. طب إزاي النبات يطلع فوق السحاب؟ ينمو إزاي؟ فعملت فيلم عن نباتات الطائف، طلعت فوق. أدي بقى الأفلام اللي بقولك عليها ما بتعملش نجومية، يعني ما بتبقاش نجم يعني بعديها، لا، أنت بتشتغل وراء لرسالة تربوية. فعملت الأفلام دي، أول إزاي نباتات بتطلع فوق السحاب، لأن الطائف دي أعلى منطقة في السعودية. عملت فيلم اسمه شموع 94 عن أول دفعة اتخرجت في، عملت فيلم عن الشريعة، كلمة شريعة دي كانت كلمة صعبة وأنا عايز أبسطها للناس، شرع، إزاي كلمة شريعة دي أول كلية اتعملت في السعودية كانت كلية الشريعة، أول كلية. فيعني إيه شريعة ويعني إيه شرع؟ شرحت ده في فيلم اسمه الأيادي البيضاء. بقى في عنده أفلام بقى كل فيلم أعمله ألاقي جايزة. نسيت أقول لك بقى إن الملك دري، فكان معانا مجموعة كبيرة من أساتذة الجامعات من المشهورين هنا، النجوم الكبار في مصر هنا، ولا واحد من دول الملك قبله، لكن بعت قال لهم ابعتوا لي الراجل ده. فاستقبلني الملك فيصل رحمة الله عليه،
انا ما قدرتش امسك نفسي، رحت حضن على طول وبايسه، خدت بالك؟ وهو تقبل ده قوي منه، يعني هم هناك بينحنوا يبوسوا ايد الملك، بس لان انا هجمت عليه حضنته وبوسته وهو تقبل ده مني. ايه هي الافلام التربويه اللي عملتها في مصر؟ في مصر عملت فيلم اسمه الملف 139، عملت فيلم اسمه، عملت كام فيلم هنا برضو، كلهم افلام تعليميه وتربويه وكده، بس افلام ما بتنزلش اللي تاخد عليها نجوميه، لان فنان الطفل ده فنان مجهول، يعني بيبقى صاحب رساله مش صاحب اضواء، مش باحث عن اضواء، انت باحث عن رساله بتحقق رساله. فمجموعه من الافلام كتيره اتعملت هنا. حضرتك دخلت العالم المسرح بإخراجك للعديد من المسرحيات التربوية والتعليمية، وحصلت على الكثير من الجوائز والمكافآت. عاوزين نتوقف عند التجربة دي. هو أنا لما دخلت الفنون في السعودية ففوجئت بيهم في قاعة، عندهم قاعة كبيرة، ده موضوع شيق جدا هحكيه لك. قاعة كبيرة ما اتفتحتش لسه، أول مرة تتفتح، قاعة كبيرة قوي في مكة. فقالوا لي احنا هنفتتح القاعة دي وانت اعمل لنا، تعمل مسرحيات عليها. فعملت بقى معايا جيش من الفنانين بتوعي، عملنا مسرح دائري اللي هو تلفه على عجل كده، يعرض حاجة تلفه الناحية التانية، يعرض حاجة تانية قبل ما يتجهز الديكور هنا ويرجع تاني يعرض. عملنا مسرح دائري، تجارب بقى، كل ما بتقول حاجة بيعملوا لك اللي انت عايزه، يعني ما يقولكش لا لا ده هتكلف خليك السنة الجاية، لا بيعملوا اللي احنا عايزينه. فعملت مسرحية كبيرة من تأليف 7 كتاب سعوديين، هم كتبوها أدب وإحنا حولناها مسرح. ساعدني في تحويلها الله يرحمه دكتور سمير سرحان، وكان معانا محفوظ عبد الرحمن الله يرحمه الكاتب اللي اشتغلت معاه قبل كده في العودة للمنفى، كان هو اللي كاتب المسلسل. فكان جاي، بس كان جاي كمرافق مع مراته، مش هو، مش متعاقدين معاه. بعد ما عملت المسرحية دي وشافوها ونالت إعجاب جديد، خرجنا من المسرح، اسمع بقى المفاجأة دي بقى، فركبنا في أتوبيسات هترجعنا الجدة، احنا في مكة، خرجنا الساعة 2، فرئيس فريق تمثيل قاعد في أول صف في أول تخت كراسي العربية، وأنا قعدت في الآخر. لقينا حيوان بيجري قدامنا طوله حوالي 300 متر، وليه حوالي 400-500 رجل بيجري قدامنا. انا قلت ده ارهاق بالنسبه لي، فانا مرهق، شفت كده تخيلت. لكن الواد رئيس فريق التمثيل عندي كان اسمه محضر، قلت له شفت شفت شفت، قال لي اه شفت اللي بيجري، يعني انا وهو شفناه، ده دليل على انه فعلا شفناه. فهذه الارض لم تكتشف حتى الان، فيها حاجات، مخلوقات لم تكتشف، لم ترى، لم يراها احد، احنا شفناها بدليل اننا في اخر العربيه قاعد وهو في اول العربيه، احنا الاثنين شفنا هذا الحيوان الابيض ذو 400 رجل، 400 رجل بيجري تك 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 تك، راح جاري واختفى في ثانيه قدام عينينا. وهذا بيدل على، يعني لما تعرف ان الحجر الاسعد الاسود ده تحت خط الاستواء، يعني الكرة الأرضية ده اللي تحت خط الاستواء، حاجة الأسود اللي انت تفوت عليه وتتبرك بيه ده، كل دي معالم يعني إلهية، حاجات إلهية. ما تقولش ان دي من ضمن المخلوقات، يعني لا 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 لا، هم حاجة تانية خالص، وده يؤكد ان هذه الأرض ما زالت مملوءة بالأسرار. يقول الأستاذ الدكتور مختار يونس: لا شك أن الانفتاح على الآخر قد أصبح واقعاً لا يمكن تجاهله، وذلك لأن الثقافة بمختلف مكوناتها الفنية والأدبية والبصرية والسمعية هي أجمل وأثمن ما تمتلكه شعوب العالم، وهي الصناعة العصرية الناعمة التي أثبتت فاعليتها في التسويق للشعوب والأمم على مر العصور. وعلي
فإن الحفاظ على المكونات الثقافية للبلدان وتعزيزها أصبح ضرورة ملحة في زمن العولمة. الأستاذ الدكتور مختار يونس، أستاذ الإخراج بالمعهد العالي للسينما والمعهد العالي لفنون الطفل، كيف ترى تأثير الثورة التكنولوجية في عالم الاتصالات على الطفل إيجابياً وسلبياً؟ دلوقتي حضرتك تقدر تعمل الأفلام اللي قلنا عليها دي وتحطها في ساعة الطفل، الساعة بتاعته وهو ماشي، ها بيلعب في الساعة بتاعته دي كده، يشوف الأفلام دي كلها. بقيت تقدر تحط الأفلام دي لكل مرحلة، بتجيب له ساعة. أنا عندي حفيد طبقت عليه التجارب دي على فكرة، وموجود وأقدر أثبته لك، معاه ساعة فيها الحاجات دي فعلا، التجارب دي، التجارب التربوية دي. وعايز أقول لك إنه أنا نميت فيه ذكاءات مش موجودة، بس أنا نميتها فيه. يعني هي ما أقول لك الذكاء بيئي وليس وراثي، فأنا نميت فيه. عارف واحنا بروح معاه المدرسة ساعات ورايح المدرسة، يقول لي أنت ليه لفيت من هنا؟ بقى عنده ذكاء مكاني، عارف إن السكة دي كده مش كده، أقول له عشان في زحمة ولا بتاع، يقول لي بس كده هنتأخر. عنده ذكاء زماني عن ميعاد الدراسة، خدت بالك؟ المدارس خلينا يحطوا، لأن في أخطاء سلوكية بتحصل في دورة المية، يعني التعليم في الفصل فوق بس دورة المية تحت فيها هدر الكل اللي اتعلمه فوق، فيا إما هتلاقي حاجات سلوكيات شاذة جدا. فمدارس اللي تعاملنا معها الأجنبية حطوا رقابة داخل دورة المية، بقت المديرة قاعدة شايفة الولاد هم في دورة المية وشايفاهم في الفصل، وأول ما بتلاقي حاجة غلط بتقوم جري عليهم. العولمة ما بين الإيجابية والسلبية ومدى تأثيرها على تراثنا وهويتنا الثقافية. ما هو ده العولمة، ما هو ده اللي جاي لنا من والت ديزني، ما هو ده اللي جاي لنا منهم. في النظام السماوات المفتوحة انك تقدر تقفل على الحاجات دي، ما تخليش السماء عندك تتلقاها الأجهزة اللي عندك، أجهزة التلفزيون ما تتلقاش ده، استخدمها نظرية دي، في نظرية انك تغلق السماوات دي، اغلقها عشان تحمي أطفالنا. أطفالنا دول هم المستقبل كله، لو طلعوا كلهم شواذ بتاع نعمل ايه؟ يعني هتشجع ده؟ طبعا لا. فلازم تستخدم النظريات العلمية اللي هي بتقولك تغلق السماوات وتستقبل فقط اللي انت الحاجات اللي انت عايزها. وده كله بقى بيتحط في الساعات بتاعت الطفل، الطفل بيتلقاه تربويا. يعني احنا عندي طالبة بتعمل رسالة ماجستير في استخدام التراث، الحضارة المصرية القديمة، فدي مسجلة معانا ومسجلة مع دكتور وسيم السيسي، ده من الدكاترة الممتازين، رغم ان هو دكتور مسالك بولي، ها لكن هو دارس كويس للتاريخ، المصريات كويس قوي قوي قوي، بتشتغل معاها، وده هيتحط في الاخر على ساعة الطفل. واتفقنا مع ناس مسؤولين، يعني جبنا مشاركة من وزارة التربية والتعليم عشان هم اللي عندهم النظام التصوير اللي بيصور الحاجات دي، لان دي نظام التصوير ده كاميرات مش اي كاميرات، في كاميرات معينة، هم اللي عندهم الكاميرات دي. فانا جبت واحد من هناك المسؤول عن الكاميرات دي بقى معايا، انا مشرف على الرسالة بتاعت الطالبة دي. كيف ترى دور الفنون خاصة السينما والتلفزيون في استغلال العولمة إيجابيا ومنع أو الحد من سلبياتها؟ لا هو حضرتك بتقول السينمائي والتلفزيوني، لا احنا مش بنتكلم عن الفن ده، انا بتكلم عن الفن التعبيري. تمام. التعبيري اللي هو ايه؟ اللي هو المسؤول عن آلام الطفل، بيعبر عن ايه؟ آلام الطفل وأهاته وأفراحه وأحزانه، أفلام ده الفن التعبيري اللي احنا فنون تعبيرية اللي هي تعبر عن أهات الطفل في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل، هو ده اللي احنا بنستخدمه.
لكل منا ماض خاص نشارك ذكرياته مع من نحبهم، ونختار منه ما نحتفظ به بمكان في روحنا بعيدا عن الآخرين. ترسم على شفاهنا نصف ابتسامة مصاحبة دائما لحنين لأيام مضت بحلوها ومرها لن تعود، وتبقى في النهاية الذكريات حاضرة في وجداننا بكل أناسها وأحداثها وأماكنها. الأستاذ الدكتور مختار يونس، أستاذ الإخراج بالمعهد العالي للسينما والمعهد العالي لفنون الطفل، أسرتك الصغيرة وأولادك ليهم مكانة خاصة عند حضرتك، يا ترى إيه تأثيرهم عليك وتأثير حضرتك على مسيرتهم؟ بص حضرتك، أنا كل ولادي دارسين سينما، ولادي 5 و2، 5 من زوجة و2 من زوجة تانية. الزوجة الخمسة اللي منهم الخمسة دول دي توفت عند ربنا، وبنتها بنتي يعني هي عميدة معهد العالي للسينما، وبنتها التانية الأكبر منها هي مديرة مكتبة مبارك. الاتنين اختيروا في وقت واحد الأم المثالية لمعهد السينما إيمان، دكتورة إيمان، والأم المثالية لمكتبة مبارك، ودي حاجة بعيدة خالص عن بعضيها، يعني مش الاتنين في حتة واحدة فجملوا بعضيهم، لا، دي في مكان وزارة الثقافة ودي في مكان تاني خالص، مكتبة مبارك دي حاجة تانية. فازاي الاثنين طلعوا ياخدوا الام المثاليه في سنه واحده الاثنين؟ دي مش صدفه، دي للتربيه، ان في تربيه تلاقوها في البيت كويس جدا فطلعوا بالشكل ده. وبعدين ولادي اللي هي الست اللي بعد ما مرات توفت، ولادي منهم كوثر يونس، وكوثر يونس دي مخرجه لن تتكرر، والتانيين ولادي التانيين كلهم بيشتغلوا في السينما، عندي مدير تصوير، عندي مدير انتاج، عندي مدير سيناريو، عندي يعني عندي المجموعه كلها اللي تعمل فيلم لوحديه كوحده لوحديه، عندي تصوير كريم ده مصور، مدير كريم يونس، وده عمل مشروع تخرجه لوحده، يعني هو اللي كتب السيناريو وهو اللي اختار الموضوع وهو اللي صور وهو اللي اخرج وهو اللي قدم لاول مره الممثل العظيم الراجل السينمائي الممثل الكبير سيد رجب، قدمه في فيلم صوره في نفس العمارة بتاعتنا. يا ترى في موقف معين أو حكاية معينة فاكرها معاهم؟ أقول هم بيحبوني جدا كلهم، خدت بالك، وكل واحد فيهم عايز يسجل حياتي ويعمل لها يعني يعمل سيرة يسجلها ويحتفظ بيها في فيلم أو في ألبومات صور أو حاجة زي كده، كلهم عايزين يعملوا كده، وأنا سعيد بيهم الحمد لله، هم كلهم في مراكز كويسة جدا وكلهم يعني بارزين في شغلهم الحمد لله. في مجال العمل السينمائي والأكاديمي في شخصيات في حياتك مش هتنساهم، محمد كريم، صلاح أبو سيف، حلمي حليم، شادي عبد السلام وغيرهم، ممكن نتوقف مع حكايتك معاهم ومكانة الناس دي عندك؟ محمد كريم انا عامل له تمثال طوله ارتفاعه 6 متر، عامل له على حسابي، كلفني 65,000 جنيه، اظن اول واحد في مصر يعمل لاستاذ بيحبه تمثال، فانا عملت له تمثال على حسابي، وعملت تمثال لصلاح ابو سيف نصفي، وتمثال بيتعمل دلوقتي لحلمي حليم نصفي، وتمثال لشادي عبد السلام. انا عايز اقول لك ان هو اول واحد طلع عينيا يعني ها ومرمى، بس بعد كده الراجل ده قربني منه بشكل يعني غير طبيعي، بل يعني رشحني ان انا اكون زوج لكريمته، بس انا كنت متجوز ساعتها، ف يعني اكنله بحب، واختارني مساعد ليه في اول فيلم كان عايز يعمله ما عملوش، كان اسمه الملعونة عن اسرائيل، فاختارني كمساعد ليه واداني السيناريو وابتديت اشتغل فيه، كان كاتبه عبد الوارث عصر معاه لان هو صديق شخصي لعبد الوارث عصر وحسين عصر، هو صديقهم كان اصدقائه دول يعني في البيت من عيلته من ضمن العيله، كان بيتعلم من الدين الاسلامي على ايدينا عبد الوارث عصر. عبد الوارث عصر درس لي القاء في معهد السينما، فانا لما جيت القاء ازاي تلقي وتلون في صوتك وازاي
فاداني المصحف وقال لي اقرا فيه. فانا قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وابتديت اقرا القران واشرح. كان هو بيمتحني ومعاه زوزو نبيل الله يرحمهم الاثنين، راح مديني 100 من 100 وانا قاعد. قال لي انت تاخد درجه نهائيه، انت طالب فاهم كويس وليك وصاحب رساله. فاداني 100 من 100. انا عندي ده بفتخر بيها ان في درجات 100. كريم بقى ده قربني ليه، يعني اعتبرني ابن وصديق واخ ليه، وبقى يحكي لي حكاياته عن مراته الله يرحمها اللي ماتت ويعيط، وانا كنت بشاركه واروح معيط معاه تلقائي، لان لما حبيته بطريقه يعني اقول لك مبالغ فيها كمان. يعني صلاح ابو سيف هو اللي شجعني، وهو اللي قال لي انت بتجاوب كويس، خليك زي ما انت، ارجع تاني من غير انفعال. هو الانفعال ده اخطر حاجه تواجه اي فنان. الفنان المنفعل لا يمكن ان ينتج فن راقي. قول لنا كده على موقف معين مع كل واحد منهم مش قادر تنساه. موقف ان هو قال لي ما اوعى تسيب سينما الطفل، خليك في سينما الطفل على طول، اوعى تشدك الافلام الروائيه وتروح تقول ادور على النجوميه، خليك في سينما الطفل على طول. فده اكبر واحد وجهني، خلاني اتمسك بان اشتغل على سينما الطفل مش على اي سينما تاني. عملت له تمثال نصفي وموجود نسخه تحت هنا منه. عندي حلم حليم، دخل في يوم من الايام المعهد عندنا، فكان في بنشكل اتحاد الطلبه، فواحد اتحاد الرحلات، اتحاد لجنه مش عارف، اللجنه الفنيه، اللجنه العلميه، لا مختار يونس مرشح نفسه. فقرا كده للمرشحين، قال مين مختار يونس؟ قلت له انا. قال لي ليه اخترت اللجنه العلميه؟ قلت له لان هي اللي ممكن توصلنا لحقائق جديده يعني جديده. فقال لي انت هيبقى لك مستقبل كبير جدا يا ابني. واختارني بقى، قربني منه، واشتركت معاه في اخراج مشاهد في افلامه، بيديني مشاهد، وصلاح ابو سيف اداني مشاهد من افلامه هو بيصورها، قال لي اعملها انت، تعملها ازاي وريني، تعملها ازاي. فقربوني ليهم جدا وحببوني قوي 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 اكتر، وارتبطت عاطفيا بحلم حليم، لانه قدم النظرية اللي هي بتجمعنا كلنا كمصريين، اللي هي الرومانسية بس الواقعية الرومانسية، الرومانتك رياليزم، اللي قدمه لنا في أيامنا الحلوة وحكاية حب. هذه المدرسة هي اللي تعبر عن الشعب المصري، احنا فعلا كلنا رومانسيين واقعيين. يعني ايه؟ ممكن تتخانق خناقة، شوف المصري لما يتخانق خناقة، اوعى سيب ايدك، يقول لي سيب انت الاول، بص سيب ايدك، سيب ايدك، سيب انت الاول، سيب، يروح سايبيني، يروح ده سايب ايده وده سايب ايده، يتخانقوا مع بعض ويروحوا المحاكم، وبعدين في الاخر خالص يتصالحوا قبل الحكم. الشخصيه المصريه هي شخصيه رومانسيه واقعيه فعلا، وده ينطبق على المصريين كلهم. وده قاله لنا قبل كده لويس عوض، في كان بيدرس لنا في معهد السينما. انا اتدرست تلمست على ايد فطاحل، وانا اذكر في مره من المرات كنت ماشي في شارع الهرم على ناصية المعهد السينما، فوقفت واحده ست جميله جدا في عربيه حمراء، قالت لي هو معهد السينما منين؟ قلت لها عايز تعرفي معهد السينما؟ يعني ممكن اركب اوصلك. انا كنت بعكسها يعني كده، معاكسه كده يعني يعني. فقالت لي اتفضل، فركبت معاها وقلت لها معهد السينما هنا. دخلت الست دي وقعدت، وبعدين بصيت لقيتها في المحاضرة بتاعت لويس عوض، جات قعدت معانا. وبعدين هو قال لنا احنا يسعدنا ان تكون معانا الملكة دينا. قلت يا نهار اسود، الملكة دينا، فهي حاضرة معانا النهاردة عشان عايزة يعني تستمتع معانا بالمحاضرة بتاعتها. طبعا انا نزلت في الكرسي تحت الارض. ان اللي انا استظرفت دي معاها طلعت الملكة دي. شادي عبد السلام
انا كنت ساكن في جاردن سيتي جنب بيت بولا او ناديه لطفي. فشادي عبد السلام كل ما يجي لناديه لطفي فما يلاقيهاش فيجي عندي يقعد عندي في البيت، لان انا البيت انا نمره واحد وهي نمره خمسه وثلاثه مريم فخر الدين، ثلاثه مريم فخر الدين، واحد مريم فخر الدين، ثلاثه انا، خمسه ناديه لطفي جنبيه في الثلاثه. فكل ما يجي شادي يقعد عندي، يفضل قاعد عندي ويكلمها مش عارف ايه، يقول لها انا عندي مختار ايه دي، يطلع لها. كل مره كان هو وصلاح ملعي يجوا عندي عشان يروحوا لناديه لطفي او بوله، كان اسمها بوله، فيروحوا لها كان لازم المحطه يجي يقعدوا عندي. وانا بطريقتي كنت دايما بروح عند شادي في مكتبه بتلقى منه، بتلقى منه حاجات. فالراجل ده حبيته جدا وفنان حقيقي 100%. وحضرت معاه تصوير الفيلم بتاع الموميا، حضرت تصويره كان بيصور في حلوان، فخدني معاه في اليوم ده، رحت معاه. تخيل بقى كان ساعه كان بيقعد يعمل ايه، يعني في الرمال تلاقيها بتعمل تمويجه كده صح، لما نمشي فوقيها التمويجه دي تبوظ، الرجلين بتغوص فيها فبتبوظها، فيقعد مستني لغايه لما الرمال تعمل تاني التمويجه دي تاني عشان يصور الرمال دي بشكلها المدرج ده. وفي مركب كانت واقفه اللي هي المفروض انها اللي فيها الموميا، خدت بالك؟ فيقف بيصور، يفضل قاعد مستني لغايه لما الرمله تتعمل ترجع تاني وترجع تبقى طبيعي. اتعلمت منه حاجات كتيره جدا من شادي، اتعلمت منه الدقه ها والصبر والتأمل والإبداع. شادي عبد السلام مدرسة لوحده، ومعاه صلاح مرعي. في لحظات في حياتك مش هتتنسي، منها تكريم الزعيم مع جمال عبد الناصر وتكريم الملك فيصل آل سعود لحضرتك وحصولك على بطولة الجمهورية في الدرجات والطيران الشراعي. ممكن تكلمنا عن اللحظات دي وتأثيرها على حضرتك؟ لحظة الملك فيصل هي اللي أنا قلت حقيقة عليها لما روحت السعودية. جمال عبد الناصر بقى، أنا كنت إيه بعد ما اتخرجت، أنا كنت آخر منصب ليا كنت مخرج في التلفزيون، ففكرت في إن يبقى فيه رسالة توصل من المقاتل لأهله في خط السلام في العاصمة هنا، يعني إزاي يبقى فيه تبادل رسائل بين الأسرة وبين ابنهم اللي على الجبهة، ازاي يبقى في هذا التواصل. فكرت في برنامج يطلع في التلفزيون يحقق هذا التواصل، وقدمت المشروع لمين؟ لسيادة الفريق فوزي، محمد فوزي وزير الحربية، ما كانتش وزارة اسمها وزارة الدفاع، كان اسمها وزارة الحربية، هي سميت وزارة الدفاع بعد ما وقعنا الاعتراف بإسرائيل دولة موجودة معنا في الوسط ده. فلما جينا ننفذ ده، فأنا قدمته لمين؟ للإعلام العسكري اسمه توجيه المعنوي، قدمته للتوجيه المعنوي. شو المعنوية؟ الشؤون المعنوية طلع معايا مدير الشؤون المعنوية في ذلك الوقت، ورحنا قابلنا الأستاذ المرحوم عبد الحميد يونس رئيس تلفزيون، وعرضنا عليه إن احنا عايزين نعمل برنامج عسكري هنا في التلفزيون. عبد الحميد يونس عارفني إن أنا أساسا المخرج في التلفزيون، فنده لمين؟ رئيس قطاع الأخبار كان صلاح زكي الله يرحمه. جاب صلاح زكي وقال له تعال اسمع بيقولوا ايه. فانا قلت له احنا عايزين نعمل برنامج اعلام عسكري يطمن الاسره على ابنها، وابنها وابنهم يطمن على الاسره من خلال هذا البرنامج. فقال لي ازاي؟ حكيت له اول حلقه او تاني حلقه تبقى ازاي. خدت بال حضرتك؟ قلت لهم اولا عايزين نطمن الجبهه ان ولادهم ما هماش في خطر ولا حاجه، لا ده اللي بيتعور منهم بقى في حاجه اسمها الاسعاف الطائر، وقدمت حلقه بعنوان الاسعاف الطائر.
ان في الحته اللي هيصاب فيها ابنك هتيجي طياره اسعاف تاخده ويتعالج في الطياره فوق، لان يعني الطياره دي فيها كل الاكسجين ونقل الدم، فيها كل حاجه، الاسعافات بتتم فيه. فدي ادي حلقه. فحكيت لي صلاح زكي الحكايه دي، فصلاح زكي جاب واحد اسمه عبد العظيم الضرير. فجاي الاستاذ عبد العظيم الضرير فهم الحلقه الاولى والثانيه والثالثه قدمتهم، وقال لي انا هنفذهم لك، ونفذهم فعلا. وانا بعدت بعيد تاني، رجعت ايه الجيش، بس قدمت الفكره، اول اعلام عسكري يتقدم في الجيش. الدرجات دي كان عندي، كنت بحب العجل جدا، طاقه فظيعه. كانت العجله عامل لها دراع حديد كده وملويه فوقي، يعني بنام والعجله فوقي، بنام اصحى الصبح عجله كورس سبق، كنت بلعب عجل كورس سبق. اشيلها الصبح وروح نازل بيها، انزل اروح لغايه ايه ريست هاوس وارجع. كان مسموح لي في ان انا ارجع اخش الجامعه متاخر. ليه؟ لان انا عن مواعيد المحاضرات، لان انا في تدريب للدرجات. وابتديت اروح ويسمحوا لي اخش متاخر، واروح واخش متاخر، ودخلنا سباقات، خدت الجائزه الاولى، الدرجه الاولى، كسبت كذا سباق، وعندي ميدالياتهم وعندي الدروع بتاعتهم. بعد كده الترانش راعي ده كان هوايه برضو من الهوايات الغريبه جدا، واللي شجعني فيها الله يرحمه كمال الدين حسين، هو اللي شجعني ان انا اخش. فدخلت ترانش راعي، اتدربت فيه، وكانوا بيدونا بونات، دفتر كده فيه بونات. الدفتر ده كل ورقه فيه بخمسه صاغ. الخمس صاغ دي تدي لك ساعه تدريب في ترانش راعي. ترانش راعي ده كان عباره عن طياره شراعيه ما فيهاش بنزين ولا حاجه، بيجرها عربيه جيب بسلك طوله 400 قدم. ال 400 قدم دول بعد شويه الطياره دي بتبتدي ترتفع، في ستيك كده عندك، ستيك عصايه كده تشدها لورا، فالطياره تطلع لفوق. تطلع لفوق ليه؟ لان الزعانف بتاعتها في الجناحين في محركات مضافه ليها بتتلف كده، فتروح الطياره طالعه لفوق. لما تطلع لفوق لغايه السلك ده طوله 400 قدم، عند 400 قدم تروح شادد العصايه، الطياره تنفصل عن ايه؟ عن العربيه الجيب اللي شدتها. خلاص؟ بعد كده بتبقى انت فوق بتتحكم فيها بالستيك، يمين شمال لقدام للهبوط للصعود، انت بتتحكم فيها بالستيك بالعصايه دي فوق. فانا قعدت العب اللعبه دي مده كبيره جدا، بقيت اوصل لغايه اسماعيليه، السويس، ارجع تاني، اروح اطير، اروح لغايه اسكندريه وارجع تاني. كان لنا خطوط مسار بنجري فيها. وفي الاخر جه السيد كمال الدين حسين بعد ما اتدربنا اداني جايزه على طيران شراعي، لان انا يعني كنت ايه بلعب اللعبه دي كويس، و خدت فيها بطولات، وبحب الهوايه دي، واتمنى تاني لو انا تجيني فرصه ارجع اطير تاني. هناك من يعيد الينا الماضي من جديد، فيجعلنا نعيد اكتشاف انفسنا والتفكير ايضا في المستقبل بشكل مختلف. هذا ما فعلته المخرجه الشابه كوثر يونس مع والدها استاذ الاخراج بالمعهد العالي للسينما الاستاذ الدكتور مختار يونس في فيلمها هدية من الماضي، وهو يعد فيلما تسجيليا دراميا شارك بالعديد من المهرجانات، من بينها مهرجان الفيلم العربي ببرلين. الأستاذ الدكتور مختار يونس، أستاذ الإخراج بالمعهد العالي للسينما والمعهد العالي لفنون الطفل، عاوزين كده نرجع بعجلة الزمن لورا شوية لسفرك ببعثة علمية لإيطاليا وبداية قصة حب لا تنسى مع باتريسيا، عاوزين نتعرف على القصة دي. هو انا لما رحت البعثه بتاعتي سيد فاروق حسني كان نائب رئيس الاكاديميه هناك، الوزير الثقافه الاسبق يعني، كان هو نائب رئيس الاكاديميه هناك. فكان بيعمل لنا حفلات يعرض فيها الفولكلور المصري ويجيب الطلاينه فيها. ففي واحده طليانيه شافتني وفي الحفلات دي اللي كانت بتعمل دي، وارتبطنا ببعض عاطفيا كده. وبعدين شويه قالت لي
سيبك من أكاديمية، تعالى اقعد عندي في البيت ونتجوز ونقعد في البيت. وهي اتجوزنا فعلا، بس هي اللي جابت لي خاتم الجواز، وهي اللي جابت لي كل الحاجات وسهلت لي، وخدت شنطة هدومي نقلتها، شنطة هدومي عندها لغاية دلوقتي. وقالت لي تعالى اقعد عندي بقى، سيبك من الأكاديمية. الأكاديمية كان فيها نظام صارم، الساعة 9 لازم ترجع تنام، لكن هناك أنا بخش السينمات، بقعد في السينما لغاية الساعة 3 و4 الفجر. فلقيت هناك حريتي أكتر، فروحت قعدت عندها واتجوزنا وعشنا مع بعض. دي كانت قصتي معاها. Hello. Io come? Do you speak parlo italiano inglese? Douglas, Douglas Franks. E grazie a Mustar. Dani Zoro. تقدر تصور السحاب معانا؟ كوثر يونس مخرجة ذكية وابن عاشقة لوالدها، ايه قصتها وازاي خططت للقاء التاني بين والدها وباتريسيا وصورت كل ده في فيلم تسجيلي درامي؟ طب يا ترى كان ايه اللقاء اللي بعد 33 سنة تقريبا، وايه اللي حصل؟ قول لنا بقى تفاصيل الحكاية. هي عرفت الحكاية دي فقالت لي بابا عيد ميلادك اللي جاي ده انا هقدهولك في ايطاليا، نروح ندور على مراتك القديمه اللي كنت متجوزها. قلت لها، قالت لي ما مش هنلاقيها، يمكن تكون ماتت، يمكن تكون بقت عجوزه، هندور عليها بعد 33 سنه، ده عمر كبير يا بابا. لكن انا عامله لك عزمك على رحله لايطاليا وندور عليها، لو لقيناها نرجع لها. كان في خاتم جواز هي اللي جايبه لي، كان خاتم كبير كده. فانا قلت زمان بتقول عليا نصاب، وخدت الخاتم ده وجريت وما رجعتش تاني. خدت الخاتم، لقينا الخاتم ولقينا العنوان بتاعها ونزلنا نروحنا عليه. لما روحنا هناك لقيناها مش موجودة، عزلت من كام؟ من 20 سنة سابت المنطقة دي وراحت سكنت في حتة بعيدة قوي في الشمال. قلنا هندور عليها ازاي؟ كوثر ابتدت تستخدم خبراتها في الكمبيوتر، تدور عليها تدور عليها هنا 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 مش لاقيينها. وعيد ميلادي جه واحنا قاعدين في فندق، منزلاني في فندق كوثر على حسابها، وعملنا عيد الميلاد في الفندق، وهي عايزه نعمل عيد ميلادي هناك معاها نكون لقيناها ونا. المهم فضلت تخش على الكمبيوتر هنا 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 هنا، هوب ساعدتها كمان الست صاحبه الفندق، وقالت لها بابا قال لازم ارجع بابا لمراته عشان يعملوا عيد ميلاد ده هناك. قعدت تساعدنا الست بتاع الكمبيوتر لغايه لما هي بقى ما قالتليش كوثر، هي عصرت عليها. فقالت لها انا بنت واحد كان متجوزك اسمه مختار يونس. قالت لها ده من غير ما تقول لي. قالت لها عنوان اهو، وراحت مديها العنوان. ركبنا ثلاث اربع ركوبات، قطر في قطر تاني في قطر تالت، لغايه لما رحنا لها ونزلنا هناك لقيناها واقفه في المطار مستنيانا، يعني على محطه القطر مستنيانا في محطه القطر. طبعا كان اللقاء بعد 33 سنه. وبعدين طلبت، هي بقى كانت مستغربه جدا، ولقيتني جايب لها هديه، هو الفيلم اسمه هديه من الماضي، جايب لها هديه قد ثمن الخاتم بتاعها ده 40 مره 50 مره من الذهب الخالص جبتها لها. ف هنا تسمى الفيلم هديه من الماضي، على اساس ان انا الماضي وجاي جايب لها هديه ما كانتش متوقعها اطلاقا يعني. طبعا انا لما شفتها جددت عندي مشاعر العواطف اللي كانت بينا، لما قالت لي تعال اقعد عندي هنا اهو. لما رحت عندها البيت ادتني المفتاح بتاع البيت، قالت لي المفتاح ده مش هياخده راجل تاني، لن يدخل هذا البيت راجل تاني، انت الراجل الوحيد اللي معاه هذا المفتاح. وادتني هذا المفتاح. على فكره انا سامع كان في مهرجان افلام الرسوم المتحركه، فالتقيت بطلبه الرسوم المتحركه بتوعي. احسن كلمه سمعتها طلبه قالوها، وكلهم قالوها مش يعني الصغيرين والكبار، قالوا لي ايه؟
احنا كنا بنتمنى نسقط عشان تفضل تدرس هنا. دي احسن كلمه سمعتها، احسن تقدير خدته في حياتي من الطلبه لما سمعتهم بيقولوا لي احنا كنا بنتمنى نسقط عشان تفضل تدرس لنا على طول. قد كده كانوا بيعشقوني للطلبه، هم دول اللي انا يعني عايز افني بقيه حياتي علشان. والله انا اخترت اعمل الفيلم عن بابايا لان علاقتي بيه اكتر علاقه انا شايفاها يعني كانت قدامي في الفتره دي. هو كان حكي لي عن فكره باتريتسيا دي وعن وجود يعني انه عارف واحده اسمها باتريتسيا زمان خالص وانا لسه في المدرسه، وكان موريه الدبله بتاعتها وصورها وكده يعني يوم مره واحنا بنعزل وراهم اليوم. بس بعدين فضلت الفكره في دماغي. يعني حضرتك يا استاذ اخراج سينمائي، شفت ازاي الفيلم ده بعين المخرج والناقد؟ انا عمري ما كنت اتصور ان ده بيتصور، لانها كانت جايبه كاميرا في النضاره. تسمع ان في كاميرا في النضاره؟ كاميرا في النضاره تعمل كده فتعمل بان، تعمل كده تعمل تلت اب، تعمل كده تعمل فكانت لابسه نضاره بتصورني من ساعه ما ركبت الطياره معاها ورحت لغايه لما رجعنا مصر، بتصور ده بالنضاره وحتى كاميرات تحت رجليا وكاميرات هنا وهنا بتصورني وانا من غير ما اشعر. طبعا هو الفيلم فيها الذات كاميرا وفي حاجات كده، بس دي مسموح بيها لانها بتعمل تجربه جديده، تجربه العالم كله استقبلها بشكل جديد لانها اول فيلم في العالم تسجيلي روائي كامل. لحظة ما هو شاف الفيلم أو لأول مرة قبل التحكيم هو اتبسط جدا، وبعدين بعدها بساعتين غير رأيه، قال لي لا ده فيلمي ودي حياتي الشخصية ومش عارفة إيه. قلت له براحتك خلاص، ما حاولتش أزن عليه يعني ولا حاولت أقول له حاجة. وأنا فاكرة يوميها صباع رجلي اتكسر وفضلت قاعدة بقى مكسورة يوم التحكيم ومش هعرض لغاية ما الساعة 5 الصبح صحي قال لي لا عرضي وبتاع. خد جوائز كتيرة في العالم كله، لم ما فيش عاصمة في العالم ما استضافتش الفيلم ده، حتى جنوب أفريقيا استقبلوا، تركيا، وبعدين ما فيش سينما في هنا هو في مصر ما عرضتش الفيلم ده. فالفيلم ده كان لوحديه بمثابة، لأن ده مشروع تخرج بتاعها، مشروع التخرج كان أول فيلم روائي طويل، كله بيعمل فيلم 5 دقايق 3 دقايق 10 دقايق المشروع بتاعه، لكن دي عملت فيلم 82 دقيقة دراما تسجيلية روائية كاملة من غير ما تعرف النهاية بتاعته هتبقى ازاي، لأن احنا كان ممكن ما نلاقيهاش، لكن احنا لقيناها في آخر باتصال كانت مستنيانا في محطة القطر، وهي لما عرفتني كنت بلبس عباية وانا في روما عباية، فهي كانت تقول لي اوه ماي كينج، ده انت الامير، انت البرنس بتاعي، يو ار ماي برنس. ف لما رحنا المطار السكه الحديد وبقى هي عارفه وانا مش عارف، هي عارفه ان انا جاي، فقالوا لي بابا البس العبايه عشان هي كانت بتعرفك بالعبايه، فروحت لابس العبايه، راحت هي جاريه جاي عليا جري واترمت في حضني وقالت لي ماي برنس تاني، وقالت لي انت ايه ذاكره فيل، ذاكرتك ذاكره فيل يعني ما بتنساش ابدا وانت فاكر كل حاجه وانا مستنياك. فقلت لها للاسف انا راجع مصر. قالت لي يبقى هنتقابل في الاخره في ارواحنا. فيلم مش معقول عملته كوثر، نال اعجاب العالم اجمع وتعرض هنا وحقق ايرادات بالملايين، والان يوضع هذا الفيلم على طائرات مصر للطيران اللي متجهه لايطاليا، لانه بيحسن العلاقات بين ايطاليا وبين مصر، بيقول لهم ان احنا مش احنا اللي قتلنا ريجيني، لا ده احنا اهو واحد حب واحده جايه لها بعد 33 سنه، مش احنا اللي قتلين. فالفيلم ليه خطابات كتيره جدا، ومش افضل ما احكيهوش، افضل انك تشوفه احسن. كلمة أو رسالة توجهها لمين وتقول له فيها إيه؟ هقول للرئيس السيسي ربنا يرعاك ويحميك، لا نختارش غيره لأنه هو الوحيد اللي فتح لنا المعهد، معهد العالي لفنون الطفل هو اللي فتحه، ما
كانش هيتفتح، ما اتفتحش يعني، ما اتفتحش على مدى 20 30 سنه لم يفتح، لكن اتفتح في عهد السيسي. فهو ده الراعي الاول للطفل المصري، وهو اللي بيهمه مستقبل مصر، وهو اللي بيهمه. فالمعهد هو معناه مستقبل الطفل المصري في الاخر. حكمه حضرتك شايف ان هي بتلخص مسيرتك؟ انك حب كل الناس حتى اللي بيكرهوك، حبهم هيحبوك في الاخر. يمتلك تاريخا كبيرا ابداعيا واكاديميا، نال من علمه الالاف من الطلاب جيلا بعد جيل. انه مؤسس وصاحب مشروع انشاء المعهد العالي لفنون الطفل، واول من فكر ونفذ وربط فنون السينما والتلفزيون والمسرح بالتعليم والتربيه. معلم الاجيال الاستاذ الدكتور مختار يونس، استاذ الاخراج السينمائي بالمعهد العالي للسينما والمعهد العالي لفنون الطفل باكاديميه الفنون.